الدار تعيطوا قالوا لا راه جريمه وقعت جيت نجري قال لك مرا ضربها راجلها قتلها ورب مشى ديكلارا براسو سلم راسو في ورزازات كل واحد اش يقول شتي يقول اكادير شتي يقول ورزازات العلم لله انا ما حضرت حتى شي حاجه انا بعيده شويه عليهم طحتوا معنا الجريمه اللي هزات مدينه الدار البيضاء السيد كيف ما كتعرفوا راه كيقولوا باللي ما كانش في الوعي ديالو هذا الشيء راه فهمتي راه هو قدم راسه في وزان ودابا فاش جاوا السلطات الامنيه لقاوه ما كاينش راكم عارفين الجريمه كي دايره جريمه خايبه بزاف هذا الشيء راه ولا كيخلع جريمه هزات مدينه الدار البيضاء وحنا كساكنه ديال دار الامان راه ولينا كنخافوا من هذا الشيء والحمد لله وعاش الملك كنشكر السلطات الامنيه اللي كان التدخل ديالهم سريع الحمد لله رايحين مع العشرين تسمعنا باللي واحد السيد قتل مرشو وشي حاجه خويا راه خصوصيه فهمتيني ولا لا وخويا انا بعض الظن ايش ما عرفنا خويا كيفاش قال لك السيد دابا راه يومين باش قتل السيده تشموا الريحه وجاو دخلوا دابا رجال الامن والدراري ولا الدرب تكلفوا شموا الريحه صافي هما يجبدوا دابا السيده هو السيد دابا راه غادي يعتقلوا وهذا الشيء هذا في هذه العواشر والله الا راه حشومه بالله اخويا كنا باركين حتى سمعنا البوليس وداك الشيء جاو واحد السيده تكون عندها ديك 34 36 مسكينه داخله سوق راسها هي هي والزوج ديالها ما عندهم لا وليدات لا والو داخله سوق راسها هي خدامه في حي الصناعي هي خدامه في حي الصناعي ديال العربي الزاولي هي خدامه في حي الصناعي ديال العربي الزاولي راجلها كيوصلها في الصباح المهم خدامه وحنا ما عندنا بهم فهمتي شي علاقه يعني هما داخلين سوق اليوسف يلا سكنوا هنا واحد العام تقريبا كراو هنا في الصال لان ما عندهاش وليدات لا ما عرفت حنايا حتى سمعنا البوت وسمعنا لافيلانس والبوليس صافي وطلينا في الشرجه جريمة سمعاء